نتواصل معكم أيها الأحبة ومباشرة المحطة الأخيرة الحديث عن مؤتمر سلامة وجودة الغذاء الذي كان خلال هذا الأسبوع بمشاركة دولية ومحلية. تفاصيل مخرجات هذا المؤتمر برفقة ضيفنا الكريم، نرحب باسمكم مشاهدينا بي دكتور أحمد بن علي بن مسلم العلوي، أستاذ مشارك في قسم علم الغذاء والتغذية بجامعة السلطان قابوس، وهو عضو اللجنة العلمية في المؤتمر. مساك الله بالخير دكتور، حياك الله في برنامج من علم. مساك الله بالخير أختي بيان. نود بداية أن نعطي لمحة للمشاهد وأن نذكره بهذا المؤتمر، بالرغم أنه كان لدينا خلال هذا الأسبوع متابعات دورية لهذا المؤتمر بالفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا هذا المؤتمر تمت إقامته كجزء من سلسلة كانت سابقة موجودة، وهذا هو حقيقة المؤتمر السادس لسلامة وجودة الغذاء، وهو حقيقة يظهر اهتمام السلطنة وأيضا الجهات القائمة في مجال سلامة وجودة الغذاء لتطوير هذا القطاع. لذلك نحن نرى هذه السلسلة في هذا المؤتمر، وهذا المؤتمر هو شراكة حقيقة بين جميع القطاعات الفاعلة في السلطنة في مجال سلامة وجودة الغذاء، سواء كانت جهات رسمية أو جهات قطاع خاص وأيضا جهات أهلية. وتضافرت الجهود في هذه حقيقة في هذه النسخة من هذا المؤتمر مع جهود دولية لتنمية قطاع سلامة وجودة الغذاء. نعم. فعلى سبيل المثال، الأمم المتحدة قبل تقريبا 4 سنوات أقرت يوم عالمي لسلامة الغذاء، وهو حقيقة الأمر يتصادف في الفترة الماضية أسبوع سلامة الغذاء. نعم. وإحنا إذا بنرجع شوية في التاريخ، السلطنة كانت سباقة على مستوى الخليج في التركيز على مواضيع سلامة الغذاء. فنحن الدولة الأولى في مجلس التعاون اللي أقرت أسبوع سلامة الغذاء. نعم. ثم أقرها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ليكون في جميع دول الخليج. فمثل ما شفتي إحنا سباقين في هذا المجال. لذلك كانت استمرارية لعقد هذه المؤتمرات، واستمرارية لزيادة الوعي المؤسسي والأهلي في لسلامة الغذاء، لأن سلامة الغذاء تهم كل شخص في حقيقة كل شخص في الحياة، تهم سلامة الغذاء. صحيح. لأن إحنا مثل ما أنت عارفين، عشان نمارس حياتنا بشكل طبيعي يجب أن يكون الغذاء آمن وأيضا ذو جودة. سابقا كانت الجودة ليست ذات أهمية، كان التركيز أكثر على توفر الغذاء. نعم. ولكن الآن مع تطور الحياة والمتطلبات الكثيرة، صارت جودة الغذاء واحد من أهم المؤشرات الدولية في الأمن الغذائي، وأيضا في تصنيف الدول في هذا المجال. لذلك دائما سلامة وجودة الغذاء في الآونة الأخيرة صارت تربط مع بالضبط سلامة وجودة الغذاء. ففي هذه النسخة من المؤتمر كان حقيقة في مشاركة كبيرة من المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية، على سبيل المثال منظمة الفاو، وأيضا منظمات التقييس العالمية شاركت، وأيضا حتى في معانا مشاركة من جامعات على مستوى التنظيم، مش على مستوى المشاركة، وأيضا على مستوى تنظيم هذا المؤتمر. وهذا يدل حقيقة على ثقة المؤسسات سواء كانت الدولية أو البحثية في القائمين على هذا القطاع معنا في السلطة. وأيضا بإمكاني أني أضيف أن نحن في سلطنة عمان قطعنا شوط طويل وكبير جدا في تنظيم قطاع سلامة الغذاء وتطويره. فنحن إذا بنشوف على المؤشرات الدولية، نحن السلطنة تحتل المركز 35 عالميا في الأمن الغذائي. نعم. وسلامة وجودة الغذاء هو أحد المؤشرات في الأمن الغذائي. نعم. على مستوى العالم من أصل 113 دولة شملها البحث.
أما إذا جينا على مستوى الدول العربية فنحن في المركز الثالث على مستوى الدول العربية في الأمن الغذائي. الأمن الغذائي يشمل أكثر عن مؤشر من بينها جودة وسلامة الغذاء، من ضمنها جودة وسلامة الغذاء. إذا بنجي على مؤشر جودة وسلامة الغذاء هو بشكل خاص نحن أيضا في المركز الثالث في جميع الدول العربية. وفي حقيقة أن القائمين على هذا القطاع معنا في السلطنة لديهم طموح كبير جدا أن نحن نتقدم في هذا المؤشر ونصل إلى لتحقيق مستويات عالية، سواء كان على المستوى الوطني سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي. وللتقدم طبعا في المؤشرات يجب أن نحن نعرف وين الضعف اللي احنا فيه. واليوم مثل هذه المؤتمرات لتجمع هذه الخبراء والمختصين والأكاديميين والصناعيين أيضا قد تفرز التحديات حتى يتم أيضا وضعها في مواطن اهتمام بالنسبة للقائمين. صحيح. نود أن نتحدث عن أهم أوراق العمل التي نوقشت خلال المؤتمر. أهم أوراق العمل حقيقة هي تكملة للنقطة اللي أنا كنت أريد أذكرها في التحديات واللي هي والقضايا هي القضايا المعاصرة، القضايا المعاصرة والقضايا اللي يجب التركيز عليها في الوقت الحالي من أجل الوصول إلى نظام غذاء، نظام متطور لإدارة سلامة وجودة الغذاء معنا في السلطنة. نعم. وأهم هذه المحاور لتطوير هذا القطاع هو كان في التشريعات وايضا في القوانين، في التشريعات والقوانين. لذلك هذا المؤتمر ركز كثير على موضوع التشريعات والقوانين. نعم. لرفع المستوى معنا في الصدر في هذا الجانب. لذلك كان تركيز كثير وتم استضافة كثير من الخبراء من المؤسسات الدولية والإقليمية للاطلاع على هذه التجارب وأيضا للاحتكاك مع القطاعات الموجودة معنا في السلطنة للوصول إلى مستوى عالي جدا واحترافي ومحترف للنهوض بهذا الجانب. فكان في استضافة لخبراء من الفاو كما ذكرت سابقا، وفي استضافة لمنظمات التقييس العالمية اللي هي تضع المواصفات وتضع أيضا المقاييس لقياس مختلف أنواع الملوثات الموجودة في الغذاء. وأيضا الشيء الفريد كان في هذه النسخة في هذا المؤتمر هو إظهار البحوث والمشاريع اللي قامت فيها مختلف الدوائر، سواء كانت هذه الدوائر حكومية أو أكاديمية، اللي هي أظهرت حقيقة أن في جهد كبير ودؤوب من هذه الجهات لإدارة مثلى لسلامة الغذاء. فعلى سبيل المثال تم التطرق إلى نسبة المعادن الثقيلة في الأغذية الموجودة معنا في السلطنة. وهذا يعني موضوع شائك، موضوع ليس بالسهل. وأظهرت الدراسة أن في رقابة موجودة وأيضا في معانا كثير من الأغذية اللي هي مطابقة للمواصفات، وايضا موجود معنا اغذيه غير مطابقه للمواصفات موجوده معنا، ولكن الرقابه موجوده لردم هذه الارساليات وايضا الاغذيه، وهي معظمها طبعا تاتي مستورده، لان احنا مثل ما انت عارفه نحن نستورد كميه كبيره من الغذاء اللي نحن نستهلك. فوجود نظام مراقبه ونظام أيضا فعال يعطي طمأنينة
لكل من يسكن هذه الأرض الطيبة، وأيضا يعطي طمأنينة لأي مستثمر. بالضبط. لأي مستثمر، لأن أيضا واحد من أحد من المحاور اللي احنا تكلمنا فيه هو دور سلامة وجودة، دور نظم سلامة وجودة الغذاء في تعزيز التبادل الاقتصادي وتعزيز التجارة ما بين الدول، فهذا شيء مهم جدا. نعم، هو عنصر مهم بكل تأكيد. ماذا عن استخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي أيضا في جودة وسلامة الغذاء من خلال المختبرات الخاصة؟ نعم، طبعا الذكاء الاصطناعي دخل في كل مناحي الحياة. بالضبط. وكان لابد أن نستغل هذه التقنيات لتطوير وتعزيز سلامة وجودة الغذاء. لماذا؟ لأنه هو فعال وسهل الاستخدام وأيضا قليل التكلفة على المدى الطويل. فكان أيضا في بعض المحاضرات اللي هي تكلمت عن الذكاء الاصطناعي واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز سلامة الغذاء. نعم، فخليني بس كذا أذكر شيء بسيط للمشاهد بشكل مختصر، بشكل بسيط للمشاهد الكريم كمثال على استخدام التقنيات الحديثة. في معانا بعض المنتجات فيها حساسات للمستهلك، يعني انت لما تشتري هذا المنتج حساس موجود. هذا الحساس يقول لك هل هو الغذاء آمن ام غير آمن. فانت كمستهلك بامكانك انك تحكم بدون وجود مختبر يحلل لك هذا الاكل. فالان احنا جالسين نستخدم التقنيات الحديثة لتعزيز سلامة الغذاء، فهذا جيد لمن؟ للمستهلك، وايضا لمن؟ للمراقب، وايضا جيد للشركه المنتجه. بالضبط، كلها محاور مهمه، كلها محاور بالفعل يعني جاءت في وقتها للمناقشه ضمن مؤتمر عالمي يعنى بسلامه وجوده الغذاء النسخه السادسه بالتحديد. شكرا لكم على حضوركم الليله، دكتور احمد بن علي بن مسلم العلوي، استاذ مشارك في قسم علم الغذاء والتغذيه بجامعه السلطان قابوس، عضو اللجنه العلميه في المؤتمر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا اختي بيان، وانا احب حقيقه ان اسطر كلمه شكر لجميع القائمين على انجاح هذا المؤتمر، واخص بالشكر سعاده المهندس علي العبري وكيل وزاره الزراعه والثروه السمكيه وموارد المياه لشؤون موارد المياه، لانه هو كان رئيس اللجنه التنظيميه لهذا المؤتمر، وعلى حقيقه على دعمه اللامتناهي لانجاح هذا المؤتمر. وأيضا أشكر الدكتور حسين المسروري مدير مركز سلامة وجودة الغذاء على حقيقة على تفانيه وعلى دعمه اللامتناهي، وأيضا حقيقة يجب ألا أنسى أخواني في أعضاء اللجنة العلمية جميعهم، حقيقة كان شغل كبير. وأيضا أحب أن أشكر جميع الرعاة الذين حقيقة بدون دعمهم ما كان بينجح المؤتمر، وشكرا جزيلا لكم أنتم كإعلاميين على تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام جدا، وشكرا جزيلا لكم. شكرا لكم، والشكر دائما موصول لكم أيها الأحبة على متابعتكم لأماسي برنامجكم من عمان. وصلنا لختام هذا الأسبوع، نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة تقضونها مع الأهل والأحباب والأصدقاء في البلد بكل متعة وفائدة، حتى يوم الأحد بإذن نلقاكم بكل خير. إلى اللقاء.